ألفية بن مالك. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة، لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندا وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتمز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل، فيه هو اسم نحو صهو حي هل. المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا، ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفت، وكل حرف مستحق للبنى، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب جعلا إعرابا، لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصبن بالألف، وجر بياء ما من الأسماء صف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسنوا، وفي أب وتاليه يندروا، وقصرها من نقصهن أشهروا، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا، للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا، بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا موصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف اليا في جميعها الألف، جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيجرر وانصبي، سالم جمع عامر ومذنبي، وشبه ذين وبه عشرونا، وبابه ألحق والأهلونا، أولو وعالمون عليونا، وأرضون شذ والسنونا، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب، وهو عند قوم يطرد، ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به، بعكس ذاك استعملوه فانتبه، وما بتا وألف قد جمعا، يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد أن ردف، واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة، وسم معتلا من الأسماء ما، كالمصطفى والمرتقي مكارما،
فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أواو نوياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرا أواقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا لنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصاله وقدما ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقضني الحذف أيضا قد يفي. العلم. اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقربي وهكذا ثعالة للثعلبي، ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة. اسم الإشارة. بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذي اهتتا على الأنثى اقتصر، وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولدى البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دني المكان وبه الكاف صلا، في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. الموصول. موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا مثنيا لا تثبتي، بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللات واللئلتي قد جمعا، واللائك الذين نزرا وقعا، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات
وموضع اللاتي أتى ذوات، ومثل ماذا بعدما استفهامي، أو من إذا لم تلغ في الكلام، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. المعرف بأداة التعريف: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبري، كذا وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف ألذي إن تنادي أو تضيف، أو جب وفي غيرهما قد تنحذف. الابتداء: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغن في أسار ذاني، وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة، وهل فتنفكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل، والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوزوا التقديم إذ لا ضررا، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لم ابتدا، أو لازم الصدر كمن لمنجدا، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبروا، كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم، وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد كهم سرات شعرا.
كان وأخواتها. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبحا، أمسى وصار ليس زال برحا. فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي نول نفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما، وغير ماض مثله قد عملا، إن كان غير الماض منه استعملا. وفي جميعها توسط الخبر، أجز وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في، فتئ ليس زال دائما قفي. ولا يلي العامل معمول الخبر، إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. ومضمر الشان اسما وإن وقع، موهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزاد كان في حشو كما، كان أصح علم من تقدما. ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب. ومن مضارع لكان منجزم، تحذف نون وهو حذف ملتزم. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب زك. وسبق حرف جر أو ظرف كما، بأنت معنيا أجاز العلماء. ورفع معطف بلكن أو ببل، من بعد منصب بملزم حيث حل. وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العملا. وما للات في سوى حن عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. أفعال المقاربة. ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. وكونه بدون أن بعد عسى، نزر وكاد الأمر فيه عكسا. وكعسى حرى ولكن جعلا، خبرها حتما بأن متصلا. وألزم اخلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء نزرا. ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. واستعملوا مضارعا لأوشكا، وكاد لا غير وزاد موشكا. بعد عسخ لولق أوشك قد يرد، غنا بأن يفعل عن ثان فقد. وجردا عسى أو يرفع مضمرا، بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. والفتح والكسر أجز في السين من، نحو عسيت وانتقى الفتح زك. إن وأخواتها. لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. كإن زيدا عالم بأني، كفء ولكن ابنه ذو ضغني. وراعد الترتيب إلا في الذي، كليت فيها أو هنا غير البذي. وهمز إن افتح لسد مصدري، مسدها وفي سوى ذاك اكسري. فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة. أو حكيت بالقول أو حلت محل، حال كزرته وإني ذو أمل. وكسروا من بعد فعل علقا، باللام كعلم إنه لذو تقى. بعد إذا فجاءت أو قسمه، للام بعده بوجهين نمي. مع تلو فالجزا وذا يطرد، في نحو خير القول إني أحمد. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، لم ابتداء النحو إني لوزر. ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا. وقد يليها مع قد كإن ذا، لقد سما على العدا مستحوذا. وتصحب الواسط معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا.
وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن آسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثان اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما وأعطلا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتدا أعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل الذك اعتقد وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير شان أو لم ابتداء في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة ولرأى الرؤيا ممال علما طالب مفعولين من قبل انتما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صارا أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو ائتسا وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسندا اثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا وتاء تأنث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن
والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بينوا. والأصل في الفاعل أن يتصلا، والأصل في المفعول أن ينفصلا. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر. وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. النائب عن الفاعل: ينوب مفعول به عن فاعلي، فيما له كنيل خير نائلي. فأول الفعل ضمما والمتصل، بالآخر اكسر في مضي كوصل. واجعله من مضارع منفتحا، كينتحي المقول فيه ينتحا. وثاني التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. واكسر أوش من فاثلاثين أعل، عينا وضم جاك بوع فاحتمل. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. وما لفا باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. وقابل من ظرف نوم مصدري، أو حرف جر بنيابة حري. ولا ينوب بعض هذه إن وجد، في اللفظ مفعول به وقد يرد. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف ما التباسه أمن. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. وما سوى النائب مما علقا، بالرافع النصب له محققا. اشتغال العامل عن المعمول: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، عنه بنصب لفظه أو المحل. فسابقا صبه بفعل أضمرا، حتما موافق لما قد أظهرا. والنصب حتم إن تلا السابق ما، يختص بالفعل كإن وحيثما. وإن تلا السابق ما بالابتدا، يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد، ما قبل معمولا لما بعد وجد. واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. وإن تلا المعقوف فعلا مخبرا، به عن اسم فعطفا مخيرا. والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل، بالفعل إن لم يك مانع حصل. وعلقة حاصلة بتابعي، كعلقة بنفس الاسم الواقعي. تعدي الفعل ولزومه: علامة الفعل المعدى أن تصل، ها غير مصدر به نحو عمل. فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم. كذا افعل الا والمضاهق عن سسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا. أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا. وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر. نقلا وفي أن وأن يضطردوا، مع أمن لبس كعجبت أن يدوا. والأصل سبق فاعل معنى كمن، من ألبسا من زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. التنازع في العمل: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، قبل فللواحد منهما العمل. والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. وأعمل المهمل في ضمير ما، تنازعاه والتزم ما التزما. كيحسنان ويسيء ابناكا، وقد بغى واعتديا عبداكا. ولا تجئ مع أول قد أهملا،
بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر، وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا، نحو أظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، وقد ينوب عنهما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل، وما لتوكد فوحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا، وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا، وما لتفصل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد، نائب فعل لاسم عين استند، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا، كذا كذو التشبيه بعد جملة، كليب كن بكاء ذات عضلة. المفعول له. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير، وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرفي، فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. المفعول معه. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. الاستثناء. استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد، وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما، وألغي إلا ذات توكد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكرر لا لتوكد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع، في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، وانصب لتأخر وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائدي، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأولي، واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، ولسوا سوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا، واستثني ناصبا بليس وخلا
وبعدا وبيكون بعد لا وجرر بسابقا يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان وكخلا حاشا ولا تصحبما وقيل حاش وحشا فاحفظهما. الحال. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبا ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فاعلم وغير مفردي وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما. والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل. التمييز. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي وتا والكاف والباء ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السببا بالبستع وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها امطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد
يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا وإن يجرا في مضي فكم هما وفي الحضور معنى في استب وبعد من وعن وباء زيدما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. الإضافة: نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول سينا والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوى ليس عدي وشذ إلاء يدي للبي وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب وابن أواعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل واضم بناء غير عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولا فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا. المضاف إلى ياء المتكلم: آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يك معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. إعمال المصدر: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له
كمل بنصب أو برفع عمله، وجر ما يتبع ما جر ومن راع في نتبع المحل فحسن. إعمال اسم الفاعل: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، أولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بدين فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعلي، وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي، وجر أو انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض، وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. أبنية المصادر: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل، وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان الفدن أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا وثاني للذي اقتضى تقلبا، لدا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل، فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا، وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقيس، وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا، واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم، وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا، بهمز وصل كاصطفى وضمما يربع في أمثال قد تلملما، فعلال أو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادله، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، وزنة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي، مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتى كحيلي. الصفة المشبهة باسم الفاعل: صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي، وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى، وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب، فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون المصحوب أل، وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع ألسما من الخلا، ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسما. التعجب:
بأفعل انطق بعد ما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انصبنه كما، أو فاخليلينا وأصدق بهما، وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح. وفي كلا الفعلين قدما لزما، منع تصرف بحكم حتما، وصغهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفا، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا، وأشدد أو أشد أو شبههما، يخلف ما بعض الشروط عدما. ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبا يجب، وبالندور احكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه أثر. وفعل هذا الباب لن يقدما، معموله ووصله به الزما، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذاك استقر. نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين، مقارني أو مضافين لما، قارنها كنعم عقب الكرما، ويرفعان مضمرا يفسره، مميز كنعم قوما معشره، وجمع تمييز وفاعل ظهر، فيه خلاف عنهم قد اشتهر. وما مميز وقيل فاعل، في نحو نعم ما يقول الفاضل، ويذكر المخصوص بعد مبتدا، أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمكتفى. واجعل كبئس ساء واجعل فعلا، من ذي ثلاثة كنعم مسجلا، ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا، وأول ذا المخصوص أيا كان لا، تعدل بذا فهو يضاهي المثلا، وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر، بالبا ودون ذا انضمام الحا كثر. أفعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبل لذؤبي، وما به إلى تعجب نوصل، لمانع به إلى التفضيل صل، وأفعل التفضيل صله أبدا، تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، وإن لمنكر يضف أو جردا، ألزم تذكيرا وأن يوحدا، وتلو الطبق وما لمعرفة، أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. هذا إذا نويت معنى من وإن، لم تنوي فهو طبق ما به قرن، وإن تكن بتلو من مستفهما، فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار التقديم نزرا وردا، ورفعه الظاهر نزر ومتى، عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيقي، أولى به الفضل من الصديق. النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول، نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالنعت تابع متم ما سبق، بواسمه أو واسم ما به اعتلق، وليعطى في التعريف والتنكير ما، لما تلا كامرر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو، سواهما كالفعل فقف ما قفوا، وانعت بمشتق كصعب وذرب، وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعتوا بجملة منكرا، فأعطيت ما أعطيته خبرا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعتوا بمصدر كثيرا، فالتزموا الإفراد والتذكيرا، ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى، وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت، مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع أو أتبع إن يكن معينا، بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا، مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا، وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكدا، مع ضمير طابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبعا، ما ليس واحدا تكن متبعا، وكلا اذكر في الشمول وكلا،
كلتا جميعا بالضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا، ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء أجمعون ثم جمعوا. وإن يفي التوكيد منكر قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرجي، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلا. ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. العطف، العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. عطف النسق، تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. فالعطف مطلقا بواو ثم فا، حتى أموك فيك صدق ووفا، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا. فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصالي. واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة، بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. وأم بها اعطف إثر همز تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت. خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا. ومثل أو في القصد إما ثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثبتا تلا. وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي، معموله دفعا لوهم التقي. وحذف متبوع بداه نستبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. البدل، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعض نوم يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. وذال الإضراب عزء قصدا صحب، ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا، واعرفه حقه وخذ نبلا مدا. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا. وبدل المضمن الهمز يلي
همزا كمن ذا أسعيد أم علي. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. النداء وللمنادى الناء أو كنائيا وأي وآكذا أيا ثم هيا. والهمز للداني ووالمن ندب أو يا وغير والد اللبس اجتنب. وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف علما. وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله. وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا. وانو انضمام ما بنوا قبل النداء وليجر مجرى ذي بناء جددا. والمفرد المنكور والمضافة وشبههم صب عادما خلافا. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتما. واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي. فصل. تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. وما سواه ارفع أو انصب واجعلا كمستقل نسقا وبدلا. وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى. وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة. وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا. وفتح نو كسر وحذف ليستمر في ابن أم يبنى عم لا مفر. وفي الندى أبت أمة عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع وض. أسماء لازمت النداء. وفلو بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطردا. في سبل ثوزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي. وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس وجر في الشعر فلو. الاستغاثة. إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة. ما للمناد اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف. كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. وشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد. وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا. الترخيم. ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما. بحذفها وفره بعد واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا. إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا. أربعة فصاعدا والخلف في وون وياء بهما فتح قفي. والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر النقل. وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف. واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما.
فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة ولاضطرار رخموا دون ندا ما للندا يصلح نحو أحمدا. الاختصاص. الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر ارجونيا وقد يرى ذا دون أي تلوأل كمثل نحن العرب أسخى من بذل. التحذير والإغراء. إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استثاره وجب ودون عطف ذا لئن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ وكمحذر بلا إن يجعلا مغرا به في كل ما قد فصلا. أسماء الأفعال والأصوات. ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوي وهيها تنزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بل هناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينوا وما به خوطب ما لا يعقلوا من مشبه اسم الفعل صوتا يجعلوا كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بنا النوعين فهو قد وجب. نون التوكيد. للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدنهما يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا متاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس طفي نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشوا واضمم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاك أشهلا وألغي عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنعى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما وكن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا كذاك حاوي زائدي فعلانا
كغطفان وكأصبهانا، كذا مؤنث بهاء مطلقا، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع، كذا كذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعلا، والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، ابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما، عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا، وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه لهج جوار يقتفي، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. إعراب الفعل: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وبلا انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد، وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا، وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم، لا فأنع من مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا، وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب، والواو كالفاء تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا، والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى. عوامل الجزم: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أنا وحرف إذما، كإن وباقي الأدوات أسما، فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا موسما، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة، والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن، وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واون بالجملتين اكتنفا، والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدمي. فصل: لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا لكن قبل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن، وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا.
أما ولولا ولوما. أما كمهما يك من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفا قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا، وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأوليا هل فعلا. وقد يليها اسم بفعل مضمري علق أو بظاهر مؤخر. الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة. نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدر المأخذا. وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعوا. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما، إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة، في عد ما آحاده مذكرة، في الضد جرد والمميز اجرري، جمعا بلفظ قلة في الأكثر. ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف. وأحد اذكر وصلنه بعشر، مركبا قاصد معدود ذكر. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، وشين فيها عن تميم كسرة. ومع غير أحد وإحدى، ما معهما فعلت فافعل قصدا. ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما. وأول عشرة اثنتي وعشرا، اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا. واليا لغير الرفع وارفع بالألف، والفتح في جزئي سواهما ألف. وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا. وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما. وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب. وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا. واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا. وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني. وإن ترد جعل الأقل مثلما فوق فحكم جاعل له حكما. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين، أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه. وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا. وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. كم وكأي وكذا. ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما. وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا. واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة. ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. الحكاية احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. ووقفا احكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا. وقل منان ومنين بعد لي، إلفان بابنين وسك تعدلي. وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبلة المثنى مسكنه. والفتح نزر وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف. وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جا قوم لقوم فطنا. وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف. والعلم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترا. التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف.
ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه فالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع وألف التأنيث ذات قصره وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربا والطولا ومرطا ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا وعز لغير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعال فعل لا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدما وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتأ والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا آخر مقصور تثن اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي اليا أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى في غير ذا تقلب واوا الألف وأولها ما كان قبل قد ألف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذي التاء ألزمن تنحية والسالم العين الثلاث اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسما صح عينا أفعلوا وللرباعي اسما أيضا يجعلوا إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف أو إعلالي فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاع في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله فعلى لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم لفعل اسما صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلله وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعل لا من ندرا
فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه الياء منهما، وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أو يك مضعفا ومثل فعلي ذو التاء وفعل مع فعل فاقبلي. وفي فعيل وصف فاعل ورد كذا كفي أنثاه أيضا الطرد، وشاع في وصف على فعلانا أو أنثييه أو على فعلانا، ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. وبفعول فعيل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد، في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل، وشاع في حوت وقاع مع ما ضهاهما وقل في غيرهما، وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل، ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل، فواعل لفوعل وفاعلي، وفاعلاء مع نحو كاهلي، وحائض وصاهل وفاعله، وشذ في الفارس مع ما مثله، وبفعائل اجمعا فعاله، وشبهه ذتاء نوم زاله، وبالفعال والفعالا جمعا، صحراء والعذراء والقيس اتبعا، واجعل فعالي لغير ذي نسب، جدد كالكرسي تتبع العرب. وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقا، من غير ما مضى ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس، والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العد الرباع احذفهما لم يكن لينا إثره الذ ختما، والسين والتا منك مستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا، والياء للوا واحذف جمعتما كحيزبون فهو حكم حتما، وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضهاه كالعلندا. التصغير فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا، فعيعل مع فعيعيل لما فاقك جعل درهم دريهما، وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل، وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف، وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما، لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث نو مدته الفتح حتم، كذا كما مدت أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق، وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى، كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب، وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا، وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا، وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرى فدر والحبيري، واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم، والألف الثاني المزيد يجعل وون كذا ما الأصل فيه يجهل، وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى، واختم بت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن، ما لم يكن بتا يرى ذا لبسي كشجر وبقر وخمسي، وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر، وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. النسب يا أنكي الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث نوم مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذا ثن سكن فقلبها واوا وحذفها حسن،
لشبهها الملحق والأصليما لها وللأصلي قلب يعتمى والألف الجائز أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن وأول ذا القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتم وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما التأوليا وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أوب أو ما له التعريف بالثان وجب فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يك رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية وحق مجمور بهذه توفية وبأخ أختا وبابن بنتا الحق ويونس أبا حذفتا وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذولن كلا ولائي وإن يكن كشية ملفا عدم فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. الوقف تنوينا إثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفيه نحو مر اللزوم رد ليقتفي وغيرها التأنيث من محركي سكنه أوقف رائم التحرك أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحظلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تتانيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتما وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ما كع أو كيع مجزوما فراع ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء تقف وليس حتما في سوى من خفضا باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. الإمالة الألف المبدل من يا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليه التأنيث ملها عدما وهكذا بدل عين الفعل إن ياء الإلى فلت كماض خف ودن كذا كتال الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كجيبها أدر كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاك لا فصل يعد فدرها ما كمن يمله لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل
أو بعد حرف أو بحرفين فصل. كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطوى عمر. وكف مستعل وراء ينكف بكسر راك غارما لا أجفو. ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسر مل تكفى الكلف. كذا الذي تليه هالتأنيث فيه وقف إذا ما كان غير ألفي. التصريف حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا. ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا. وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم. ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. لاسم مجرد رباع فعللوا وفعلل وفعلل وفعلل. ومع فعل فعلل وإن علا فمع فعلل حوى فعللا. كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تما. والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. بضمن فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفي. وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل. واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلم لمي. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميني. وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا. وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تصيلها تحققا. كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. والهاء وقفا كلمة ولم تره. واللام في الإشارة المشتهرة. وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلت. فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا. والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وامض وانفذا. وفي اسم نست ابن نبن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع. ويمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. الإبدال أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا. آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في. والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا. وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثله راوة جعل. واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد. ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن. إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا ويا أن إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم. واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم فذاك يا أن مطلقا جا وأم. ونحوه وجهين في ثانيه أم. ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذفعلا. في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا.
في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما وواو نثر الضم رد اليا متى ألفي لام فعل نوم قبل تا كتائبان من رماك مقدره كذا إذا كسبعان صيره وإن تكن عينا لفعلا وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل يا إنك تقوى غالبا جاذ البدل بالعكس جاء لام فعلا وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. فصل. إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فيا أن الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما من واو نويا إن بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلما وقبل بقل بيمن النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا. فصل. لساكن صح امكل التحريك من ذي لينات عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من عللا ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاه مضارعا وفيه واسم ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذا ليشتهر وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر الأجودا كذا كذا وجهين جا الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن وشاع نحو نيم في نومي ونحو نيم شذوذه نمي. فصل. ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا طنت افتعال عد إثر مطبقي في الدان وازدد ود كردالا بقي. فصل. فأمر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذك الطرد وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقررن وقرن نقلا. الإدغام. أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصصبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة
فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة. نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية، الرياض، حي السويدي، شارع سدير، هاتف رقم 2670304، ناسوخ 44931 89، صندوق بريد 15-2777، الرياض 11718.